السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في البداية أود أن أشكر جزيلا موقع الإعلامي تينغي أنفو على إطلالة هذه الصبيحة لتتبع أشغال انطلاق الموسم الدراسي لموسم 2020-2021 بمدرسة عمر بن الخطاب بومندات تابعة للمديرية الإقليمية لتينغي. إذن في هذا الصباح 7 شتنبر 2020 تم استقبال التلاميذ بالمؤسسة تنزيلا لفحوى لمدة الوزارية 2039 الصادرة في شأن تنظيم السنة الدراسية لهذا الموسم الاستثنائي بكل المقاييس. في حقيقة انطلاقة صباحية كانت أكثر مما كانت متوقعة، يعني كانت يعني ممتازة جدا على اعتبار أنه تم من خلالها تنزيل يعني البروتوكول الصحي ب يعني مختلف تجلياته عبر يعني استقبال الأطفال أمام بوابة المؤسسة وتعقيم الأيادي ثم الأرجل، ومن بعد ذلك لجنة كلها يعني سهرت على تطبيق هذه التدابير. يعني الناس اللي هما حاولوا باش انه مثلا يوجهوا القاعات مطمئنين مؤمنين من تداعيات ديال الكوفيد، بالاضافه كذلك يعني الى استقبال الاباء في لقاء تشاور، يعني انه بالموازاه مع استقبال الاطفال داخل فضاء الحجرات الدراسيه من طرف اساتذتهم للشرح يعني استعمال الزمن وطريقة العمل بالتناوب، كان هناك لقاء كذلك يعني في ساحة المؤسسة حول مجموعة من التدابير كذلك والاحتياطات التي يجب اتخاذها، وكذلك كان إعطاء الآباء البروتوكول الصحي وفق ما تم الإشارة إليه من طرف السلطات الأمنية والسلطات الصحية. كاين كذلك تنزيل سليم لمجموعة من القواعد التي يجب احترامها من أجل تفادي الوقوع في كارثة لا قدر الله. كاين كذلك استعمال كذلك الشرح ديال طريقة استعمالات الزمان. كانت الإشارة إلى مجموعة من الأشياء التي يجب يعني على الأب أو على الأسرة بشكل عام تقوم بها قبل أن يدش الطفل إلى المؤسسة. هذا من بهذا أود أن أشكر جزيل الشكر كل من مد يد مساعدة من أجل تحقيق الأهداف التي من شأنها نعمل جميعا، اللي هي التحاق الأطفال بالمؤسسة التربوية في ظل هذه الظروف الاستثنائية دون أن يشكل على ذلك خطرا على صحتهم لا النفسية ولا الجسدية. أشكر كذلك بشوية بومدس التي عقمت الفضاء لفطتين يعني متواليتين، الأولى كانت يوم السبت والثانية كانت صباحة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بمجموعة من المعقمات. أشكر من هذا المنبر كذلك منظمة الهلال الأحمر المغربي فرع بومندات اللي تهما وقفوا معنا هذا الصباح هذا وقدموا نصائح وعاونوا في التنظيم وعاونوا كذلك في الجدولة وكذلك الهيكلة، وثم كذلك يعني كان هم كذلك يد في إنجاح الصبيحة. أشكر الأطر التربوية اللي كانت في المواعيد وكانت تطبيق يعني حازم تنزيلا لتوصيات مجلس تنظيم السنة الدراسية اللي دافلت شتنبر من 2020، وأود في الإشارة كذلك إلى أن الآباء تعطت لهم مجموعة من يعني مجموعة من توجيهات همت بالأساس يعني استعمال الماء من طرف الأطفال، يعني أن تزويد الأطفال بقنينة ماء تجيبها من المنازل لتفادي استعمال الماء داخل القاعة داخل هنا المؤسسة. كذلك الأدوات، وقلنا على أن كل طفل غادي يحاول باش أنه يلتزم بإحضار
الادوات ديال دون استعمال ادوات صديقه. هضرنا على الوسائل ديال التعقيم كيفاش خصها تكون. هضرنا كذلك على الاطفال في وضعيه اعاقه بالاضافه الى الاطفال ذوي الامراض المزمنه. هضرنا على التحيين وقمنا بتحيين كذلك الارقام الهاتفيه واتساب حتى نكون دائما في صله وصل يعني وفي تواصل سريع مع الاباء في جميع الحالات المتعلقه بذلك. على اعتبار انه اعطيناهم يعني رقم المرجعي اللي ممكن يتصل به في اي حاجه, وكذلك اعطيناهم يعني موقع المؤسسه قدماء تلامذه عمر بن الخطاب, على اعتبار انه هي البوابه التي سيتم اعتمادها في التواصل عموديا وافقيا مع مجموعه المتدخلين داخل المؤسسه. شكرا لكم الاخ رشيد, والسلام عليكم.